معايا الحاج محمد من الدهليه. اتفضل. اهلا استاذنا. ازاي حضرتك يا حاج محمد؟ انا كنت كلمت حضرتك على عزبه هنا في سويسرا. الو. معاك والله سامعك. اتفضل. انا كنت كلمت على حضرتك عزبه هنا في سويسرا في ترع طري فرعيه بنرهو منها من 15 يوم وحضرتك ما فيش حاجه. هي اسمها ايه؟ عزبه بكر تبع الجميزه بالجاي مركز المنصوره. عزبه بكر تبع جميزه بالجاي. بالجاي اول مره اسمع الاسم. واضح. لا يا باشا انا كلمتك قبل كده من 15 يوم وقلت لها شوفوا حضرتك. والله احنا فعلا كلمنا وكيل وزاره الري وهو بيرفع الشكوى برضه لرئيس المدينه علشان التعدي ده محتاج ان يبقى فيه يعني تنسيق امني، لان انت عارف ان في تعديات دلوقتي حصلت بعد الثوره للاسف. يعني الناس فهمت ان خلاص احنا دلوقتي نبني شبكات صرف بنفسنا، كل واحد شاف انه ممكن يوصل ماسوره يخلص يتخلص من الصرف بتاعه بيها عملها. يا باشا هي طول عمرها كده، يعني العزبه دي طول عمر الصرف بتاعها في الترعه دي. يعني بقى له كام سنه؟ لا هي طول من يوم ما قديمه، مش عزبه مباني قديمه، طول عمرها بتصرف في ترعه الراجل دي. يعني بقى لها قد ايه؟ مثلا قديمه يا باشا ده من على ما على حد وعي يعني اكثر من 30 سنه ولا اكثر. ومستكتر عليا انا 15 يوم؟ طب ها؟ مش مستخسر احنا، يعني الناس عملت لنا شكاوي ومفيش حد سال، فقلنا يعني لا احنا بنسال وبنهتم، وانا الموضوع ده ليه اولويه عندي في البرنامج لان انا بتكلم على صحه المواطن وصحه ال احنا كده معلش يعني بقول لك ايه، بناكل من ايوه احنا بناكل كلنا منها، انا بقى ممكن اكل منها وانت احنا مش احنا بناكل من ارض المصريه، ده صحتنا احنا، ده صحتنا. وده ملف خلاص اتفتح امام المسؤولين، والمسؤولين النهارده الحمد لله بيشتغلوا فيه. بس انت عارف احنا 4400 قريه على مستوى الجمهوريه، والمشكله دي منتشره، فده هياخد وقت. لكن احنا الحمد لله ما فيش حد النهارده بيقول لك الملف ده انا مش هتكلم فيه، بالعكس. فانا بتابع وان شاء الله هتلاقيني برد عليك قريب، وانت اي جديد كمان كلمني وقول لي حصل وان شاء الله. لا لو حصل اي حاجه اتصل بحضرتك على طول. يعني تمام. ليك طلب تاني؟ انا قلت بس بتاع الجماعه اللي هم بتوع الوحده البيطريه ما نزلوش، يعني ما نزلوش عندنا بس لو ينفع، هم جنبين مننا هم، يعني ما فيش بينا وبينهم بتاع 5 كيلو، وما نزلوش القريه عندنا، ما نزلوش بلدنا. لا النهارده هكلمهم. انت عايز تحصن ايه، حمى قلعيه؟ انا عايز احصن حمى قلعيه، وعايز يعني ما عملتش قلعية. ارقام ولا بطاقات خالص؟ لا ده هم عجبتين يعني مش مستاهلين. لا طب انا هخليهم يجوا لك، بس معلش خد اعمل رقم واعمل بطاقه. والله مستاهلين العجلتين دول. انا عايز اقول لك على حاجه، ده راس مالك كله فيهم. ما هو راس مال حضرتك بس هم يعني. هم ايه بس؟ هيجوا لك لغايه عندك، والترقيم هيجي لك لغايه عندك، وكلها كلام فاضي. تمام؟ انا عشان اروح اعمل ورق معلش ادفع ووقف لا 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 لا، هم هيجوا لغايه عندك، لا هتدفع ولا هتقف، وانت موجود مكانك هيجوا لك. ومش هتدفع. بشكرك يا محمد.